الآن مشاهدينا ننتقل إلى مجلس الأمن لنستمع إلى هذه الكلمة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة. التزامها بقرارات مجلس الأمن واحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ونود التأكيد أيضا على أن استمرار هذا التواجد يشكل خطر حقيقي أمام العملية السياسية الجارية حاليا، وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية. وكما تعلمون فإن سرعة إخراج هؤلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب هي أحد مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في شهر أكتوبر 2020، والذين في هذا اليوم وفي هذا المكان أحييهم بهذه المناسبة على جهودهم ووطنيتهم رغم كل التحديات. ونجدد في هذا الصدد حرصنا على استكمال تدابير بناء الثقة من خلال خطوات عملية، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وإطلاق جميع المحتجزين بين الطرفين. في هذا الإطار اسمحوا لي أن ألخص موقف الحكومة المنعكس من خلال جهودها نحو الاستقرار في المسارين الأمني والاقتصادي. أولاً، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية على استمرار تواجد المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية، وهو أمر مرفوض، ونشدد على ضرورة انسحابها الفوري وبشكل متزامن، ونذكر الدول ذات العلاقة بمسؤولياتها تجاه ما يقوم بها مواطنيها خارج أراضيها وضرورة العمل على سحبهم فورا. ثانيا، نطالب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة معنا في دعم استراتيجية أمنية شاملة يتم من خلالها تنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود، تعزيزاً للاستقرار ومنعاً لتهديد الأمن القومي وبالخص لدول الجوار ودول الساحل الأفريقي. وهذه الإجراءات من شأنها تمكين الدولة من السيطرة على كامل أراضيها وحدودها مع جيرانها ومواجهة العدو الحقيقي لليبيا والمنطقة المتمثل في الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر. سيدات والسادة، إن حكومتنا أيضاً تعمل على مواجهة الهجرة الغير شرعية وتتمن عالياً في هذا الصدد كل المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة لا تعالج من البحر الأبيض المتوسط فقط أو من سواحل ليبيا، بل الهجرة لابد أن تتم معالجتها ومعالجة أسبابها من المصدر، فهي قضية إنسانية عالمية لا يمكن أن تكون مسؤولية دول بعينها فقط. ثالثا، تود حكومة الوحدة الوطنية التذكير وتذكير مجلسكم بتعهداته والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي المتمثلة في الأصول الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتعيد التأكيد على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار 1970 تشكل مصدر قلق كبير لنا، ونرى أنها تتناقض مع مقاصد ذلك القرار، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن اتباع هذه الأفعال سيكون لها الدور الكبير في الإضرار بأموال الليبيين والتي تعهد مجلسكم الموقر بالمحافظة عليها. ونعيد التأكيد هنا أيضاً على مطالبنا السابقة التي تدعو فيها إلى ضرورة إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسة الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال وحتى وإن كانت مجمدة، مما يسمح لنا من خلال هذه المؤسسات من ممارسة عملها على أكمل وجه دون أي عقبات، نهياً على منع وقوع المزيد من الأضرار
بقيمة هذه الأصول وخسارتها لا سمح الله. كما نطالب بتعاون المجلس بإجراء بعض التعديلات على الاستثناءات الواردة في قراره على مسألة الإعفاءات لكي يتسنى لنا توظيفها للأغراض الإنسانية والعملية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. سيداتي والسادة، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفر سبل العيش الكريم، ومن هنا ندعو الدول المعنية بالوضع في ليبيا بالعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج وإيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يدفع ثمنها للأسف المواطن الليبي، وتضر أيضا بمصالح الدول التي لديها استثمارات في ليبيا. سيد الرئيس، نود التأكيد على أن نجاح العملية السياسية في ليبيا لأجل الخروج بها من أزمتها يتطلب إرساء مبدأ المصالحة الوطنية. لذا ندعو من جديد المجتمع الدولي وبالأخص الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الأمم المتحدة دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. هذا المسار الذي من شأنه أن يعمل على إعادة بناء الثقة ودعم الاستقرار في البلاد. كما نطالب مجلسكم الموقر تنفيذ قراراتكم المتوالية بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين الذين لا زالوا يهددون بالحروب والحلول العسكرية ويعملون بكل ما أوتوا من قوة من أجل حرمان الشعب الليبي من التعبير عن إرادته. وختاما نغتنم هذه الفرصة اليوم لتجديد التزام الحكومة الوحدة الوطنية للشعب الليبي وللعالم بأن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين قد أصبح من الماضي، وستعمل هذه الحكومة بكل ما أوتيت من جهد وبالتعاون مع كل الليبيين في العمل على الابتعاد عن الخلافات والحروب والبدء في بناء ليبيا الحديثة المستقرة الواحدة الموحدة. شكرا لكم على اهتمامكم ببلدي وشعبي، والسلام عليكم. شكرا سيد الرئيس. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من كلمة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، تحدث عن طبعا الوضع في ليبيا وأنهاها بأنه يدعو مجلس الأمن لمحاسبة معرقلي الحل السياسي في ليبيا، وتحدث تحديدا عن طبعا أنه يعني الميليشيات الموجودة هناك هي التي تعرقل الحل السياسي.